والفي تماسهم المباشر مع الحالات المشتبه بها أو المصابين بفيروس كوفيد-19. لم تثنهم مخاطر مهنتهم الإنسانية عن أداء واجبهم، لا حرارة شمس ولا برودة طقس، ولم يتسلل التعب ليوقف من همتهم. واليوم ومن خلال هذه الجائحة الصحية ما زال جنود الطوارئ الطبية صامدين يتحدون شرسة هذا الوباء بهمة عالية. من بداية الأزمة دور الطوارئ الطبية كان دور فعال في نقل المرضى من المحاجر إلى المستشفيات ومن المستشفيات إلى المراكز الحجر. في بداية الأزمة كان الفني مضغوط بالكامل بالنسبة حق عدد الحالات، وكان في جهد واضح عليهم، بس الحمد لله تكيفوا مع الموضوع وقدرنا نواجه الأزمة هذه. احنا شغلنا 24 ساعة، نواصلين الليل بالنهار، نستقبل البلاغات، جميع البلاغات، نطلع جميع البلاغات، وصولنا حق الحالات بالوقت المطلوب، الشباب منقصرين على أهبة الاستعداد حق جميع الحالات. المهنة مهنة متاعب ومشقة، انت تدرين احنا نداوم 24 ساعة، فبس فيها جانب ثاني يعني يمكن ما حد يحصله بأي وظيفة ثانية. احنا نساعد الناس، نوقف مع الناس كثر ما نقدر، قاعد نساعد الناس، فهذه كافية. لما تحصلين دعوة من مرة عودة، دعوة من ريال عودة، دعوة من ولد، دعوة من، فهذه حالات المهنة. فنيو الطوارئ هم في خط التماس الأول مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19، لذلك فهم حريصون كل الحرص على سلامة المريض وسلامة أنفسهم أيضا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة. قاعد نعقم الإسعاف والحين إن شاء الله قاعد ننشفها عشان نجهزها حق بلاغ جاي إن شاء الله بإذن الله. كل إنسان يخاف، بس إحنا ناخذ احتياطاتنا، نلبس القاون، نلبس جلافز وفيس ماسك والهيد كفر وكل شيء، ناخذ احتياطاتنا لأن ورانا أهل بالبيت، أكيد نخاف على أهلنا ونخاف على الناس. إي طبعا، أنا بلشت أصلا، أنا دشيت هالمهنة عشان لأنها أخلاقية ولها كثير من الأجر والثواب وتساعد الناس. أهم شيء يكون المريض مرتاح وأهله شوي مرتاحين، نهديهم. جل همهم هو الوصول إلى المريض في الموعد المحدد، وأسمى غاياتهم هو إنقاذ حياته. برباطة جأش يتحدون المخاطر من أجل الإنسانية وأخلاقياتها، بقلوب مؤمنة بربهم وبعيون شاخصة على حب وطنهم. ديما دحدل، تلفزيون دولة الكويت.